شباب شباب انا نكبت انا نكبت انا ما مجهز اسئله صحيح نجم مقدم الفقره بس ما جهزت اسئله انت كويس انا نكبتوني الذي لقب بالصادق الامين يا اخي ذا ترى لا لا عندي سؤال عيال ترى ذا مره دافع عندي سؤال يا عجز يوم يجاوب عليه كلكم نمله فلوق لا لا نبي سؤال منطقي رياضيات يا ليش هي دق انت سؤال دق فلشر دق سؤال لا لا شباب نبي سؤال صدق صعب تعال تعال من اول يوم اول ايه سالم سالم شيء شوف كرة تشوف سهل يا انا اشوف صحابي ها مرايا لا سهل 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 بيعرف اسمعني سالم سالم اسمعني او صحابي بس طيب تمام اسمع شباب ابيكم تفكروا شوفوا سؤال اسمعني في سؤال حتى لو سؤال من عند اهل الجزاء شباب جيبوا سؤال داخل بوجهكم يبي سؤال صعب بس خلاص سلام ورحمة الله ارحب الغلا جاب يشاء انا شايف كرت ذهبي قدامي كذا جاي مع الباب هلا هلا يا اخي والله لو بذلك ما يتلا غيابي وحضوري بصيت جميع جمهور تحب تسحب المايكات خلاص صدقني صدقني دقيقه شباب خلوكم اسمع انت بك معنا حسك دافور وانت حسك معنا وانت حسك معنا وكلكم تعالوا بعد سلام عليك الله شكل دافور شكلك شكل دافور انت نبي سؤال الان ثقافي ما يجاوبون عليه ها ما يجاوبون احنا بنسال سؤال صعب ما يجاوبون عليه وين تقع وادي البابا ما يجاوبون عليه وين تعال تعال سلام ورحمه الله تعال اي الوادي ذا ما هو عبد الرحمن بس خلاص طيب من يا عيال ترى ذاك دافور كان امام مسجد 19 سنوات امام مسجد طيب 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 دقيقه شباب بسرعه بسرعه من سوى القانون حق طيب ايش رايكم ما لا حبيبي رياضيات ها ما هو اي نبينا سؤال يلا يلا يا شباب 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 هنا هنا يا شباب يلا يا شباب يلا شباب واحد اثنين ثلاثة طيب شباب الان راح نطرح سؤال عندي ولا عندك نبي نطرح دامك انت جبت السؤال حط السؤال وخلنا نحتفل يلا ما هو اسم باب الكعبة المشرفة؟ يلا 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 30 ثانية 30 ثانية احسب لك 30 ثانية شباب 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 نعطيهم كنترول 30 ثانية نحسب من الآن يلا بدا التايمر جاوب جاوب هاي عيال في احد عنده جواب يا الرعد بيجاوب انا عند دفور والله انا اتوقع انه هو هو التايمر على الشاشه اتوقع انها السدنه ما انت بجاد يا بس ما بده يجاوب انا يجاوب واحد من السدنه 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 اي والله ما ادري عاد انا متاكد هو صح ولا خطا السدنه تربط بعيد الجواب اصبر والله ما ندري عاد جواب صحيح ولا لا اصبر سيك منه شباب اول شيء يا شناب تحمس يوصل الجواب ايه ناصر ما سطر ولا فخر لك يا شناب ثلاثه عياد اخذ اجابه من عنده ها كعبه في السدنه هذا هذا يا عيال تعال 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 عيال شوي اعتذر يا عيال هذا الشغل هذا الشغل يا عيال السدنه السدنه ما هو شباب السدنه السدنه طيب برا يا عيال 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 لا تفرحون ترى علمنا خلنا نقول يا اخي نحب ثقافتك كنت معك كرت الذهب يلا يوفق ايش اسمه اسمع عيال يضحك افكر في سؤالي بعده من ايش اسمه ايش اسمه ديره ايش اسمه ديره بس صوتك جيه انت بتسال لا 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 ها.
طيب ما نبي نقول يسمع يلا ضح اقصر صوتك راح جنبه اقصر صوتك اقصر صوتك قصر صوتك يلا